لحوم معينه او حاجه كده، ممكن نضيف كل الابراج، كل برج يناسبه ايه ببعض الاكلات. طب اقول لك الاول برجي بقى وتحللني ولا نسال سؤال تاني؟ براحتك. انا برج العقرب. نعم. برج بالنسبه لي يعني الناس بتخاف منه ليه يا دكتور؟ هو يعني هو برج مش بتخاف، بس هو برج قوي يعني. هو برج بيحب كوكب المريخ وبلوتو، يعني هو شوي مندفئ ومتهور ومسيطر شوي، زي قريب لبرج الحمل يعني. هو مائي طبعا، شوي انه دكتاتوري شوي، او بحب التسلط، او بحب اللي ممكن يكون حاجته دي بتاعته ما حدش ياخدها يعني، مش اناني لا، بس هو بيحب يعني دي حاجته مش حد ياخد اياها، ويحب يتمسك فيها وبيحافظ على حاجاته. هاي تتو انه هو شوي بيخافوا منه لاني شوي متسلط او مسيطر، لاني كوكبه المريخ اللي بيحب يتمسك بحاجته يعني.